تريد مع الملاج يا حسين ما تري اسمك عبيت الماء حتى 300 الو السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله سماحة الشيخ محمد. حياكم الله وبياكم. صلي على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. عجل فرجهم. حياك الله. والله يا سماحة الشيخ أحببنا نستفسر منكم في أمر أهم. بالخدمة. حياك الله. سماحة الشيخ محمد، القرآن سجل واقعة بيعة الرضوان وبيعة النساء، وبيعة الرضوان كانت لعثمان رضي الله عنه، فهل بيعة النساء أهم من بيعة الغدير مثلا؟ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله إلا أن قال فبايعهن، فلماذا لم تذكر بيعة الغدير في القرآن؟ ألو أنت سمعني وأنا سمعك، لماذا لم تذكر بيعة الغدير في القرآن؟ هل بيعة النساء أعظم من بيعة الغدير؟ هل أنت تقبل كل ما في القرآن؟ يا سماحة الشيخ بالله عليك يا شيخ محمد أجبني مباشرة. الله قال إن طب بلاش دي بيعة الرضوان. الله قال وهذه كانت لعثمان إن الذين إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هل بيعة الرضوان هذا؟ اسمح لي يا أخي أنت مفاجأتان اتصلت علي وتريد مني أن أجيبك على هذه الأسئلة. أنا أوجه لك سؤال. قبل أن توجه لي سؤال يا شيخ محمد، الله يسعد قلبي ويهديك يا رب، قبل ما توجه لي سؤال قل لي نعم بيعة النساء أهم من بيعة الغدير، أو لماذا لم تذكر بيعة الغدير في القرآن، ثم سأل عما تريد، لأن مش معقول المخلوق الوحيد الشيعي اللي يجيب على السؤال بسؤال. أسألك سؤال تقول لي وأنا أسألك سؤال، يعني عجيب. تفضل أجبني الأول، هل بيعة الغدير ذكرت في القرآن؟ هل كل ما جاء في المعارف الإسلامية هي في القرآن أم لا؟ يا شيخ وما نودي بمثل ما نودي بالولاية، دي أهم ركن من أركان الإسلام، كفرت الأمة عليها وقلتم بأن الأئمة أصحاب ولاية كونية وأن الأنبياء كانوا يبايعون الأئمة وأن الله خلقهم قبل خلق آدم وهم اللي علموا الملائكة. يا عم هات لي الآية بقى من القرآن اللي بتثبت هذه العقيدة، ولا آية يا أخي. 6236 آية في القرآن، لا يوجد آية واحدة تتحدث عن هذه الإمامة المزعومة. انت عارف يا شيخ محمد ده جركوا الايه؟ جركوا القول بتحريف القرآن. نعمة الله الجزائرية كلها. اخي انت اسمح لي، اخي اسمح لي انا اتكلم، دعني اتكلم. انت ما تكلمتش. اقسم عليك بما تعبد. فضل يا شيخ محمد هات لي الاية من القرآن الكريم. اسمح لي انا اتكلم يا اخي. يا شيخ محمد بدون مظلوميات هات الاية. اسمح لي العفو. أين الآية من القرآن على تنصيب 12 إمام؟ أخي هل تعتقد بكل ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. نعم، بس الأول نتفق يبقى ما فيش آية في القرآن على إمامة الأئمة، أليس كذلك؟ عشان نروح أنت تريد أن أثبت لك قضية الغدير والإعلان الأخير لوصاية مولانا أمير المؤمنين بالخلافة بعد رسول الله. صحيح. بس وهذا الأول ثابت بالنص القرآني أيضا وفي الحديث النبوي الشريف، هذا ما يتفق عليه الأمة إلا الوهابية. طب ممتاز، هات لي بقى من القرآن. يلا هات. القرآن يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم. وكل المؤرخين وعلماءكم يقولون أن من تصدق وهو راكع هو مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. طيب أجيبك يا سماحة شيخ على هذه الآية. أول حاجة استدللت بتفسير الآية ولم تستدل بالآية، فأين المحكم؟ ده رقم واحد. رقم اثنين استدللت برواية ضعيفة منقرة كما قال الهيثمي في مجمع الزواهد،
في مجمع الزوائد فيه من لم أعرف، وده الصلاح بيشير إن في الرواية فيها مجاهيل. وابن كثير قرى وابن مردوي من حديث علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، وليس يصح منها شيء بالكلية لضعف أسانيدها وجهلة رجالها، وهذا في تفسير ابن كثير في المجلد الثالث صفحة 130. والطبراني في المعجم الأوسط قال تفرد به خالد بن يزيد، والذي زعم أنها نزلت في علي هو الثعلبي الملقب بحاطب ليل، لأنه لا يميز الصحيح أو لا يميز الصحيح من الضعيف. وأكثر روايات عن الكلبي إلى أن آخر فالرواية ضعيفة. ثانيا تعالى ننظر إلى سياق الآيات. الآية في صفحة نفس الصفحة الآية اسمعني زي ما سمعتك، الآية رقم 51 الله قال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض. إما نتولى من يا رب؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا، يعني لا تتولوا اليهود والنصارى لكن تولوا الله ورسوله والذين أمنوا. طيب الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لماذا جاءت جمع؟ ليه؟ تفضل. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. المصيبة أنتم تعلمون أن الوحيد من أنكر الآيات المباركة التي نزلت في حفظ مولانا أمير المؤمنين هو ابن تيمية. مش أنت لسه من شوية قال الوهابية يا شيخ، وابن تيمية كان قبل الوهابية. أنا بس سؤالي ليك دلوقتي، خلاص أنا بقر إن هي معاك أهو، لماذا جاءت الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ولم يأتي الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع؟ ليه جاءت بالجمع؟ تفضل. أخي العزيز اسمح لي أن كم يكون وقتنا إن شاء الله، تجي على الواتساب ولا السكايب؟ يا سمحت الشيخ أجبني لماذا جاءت بالجمع؟ لماذا جاءت بالجمع؟ تفضل. هذا شيء طبيعي أن يأتي بالجمع مرات للتفخيم أو أعوذ بالله للتفخيم يعني للتعظيم. الله يأتي بالمفرد والنبي صلى الله عليه وسلم بالمفرد، وعلي بالجمع للتعظيم. مش قلت لكم علي هو الله عندكم؟ علي أفضل من الله عندكم كمان هو بشهادة محمد الخلوتي. أعوذ بالله يا شيخ محمد، يعني يأتي بالتعظيم لعلي بن أبي طالب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أنت سألتني عن حديث الغدير فأجيبك إن شاء الله تعالى، لكن اسمح لي أن أتكلم وأعطيني الوقت إن شاء الله حتى آتي شواهد على دلالة حديث الغدير. طيب نرجع لحديث الغدير تاني، بما أنك تركت آية الولاية، سؤال في حديث الغدير، هل استدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحديث الغدير، أو هل لماذا لم يذكر حديث الغدير في خطب نهج البلاغة لعظمته عندكم؟ لماذا لم يذكر في نهج البلاغة؟ تفضل يا شيخ. اسمح لي لا تقطع الاتصال. هل ورد حديث الغدير في نهج البلاغة؟ بدون مظلوميات مش هقطع الاتصال. تفضل. اسمح لي تفضل يا شيخ. هل ورد حديث الغدير في نهج البلاغة؟ أخرج كثير من محدث السنة وحفاظهم في أن قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، نزل قبيل وأقع في غديركم، وبشكل أكثر تحديدا قبل خطبة النبي الأكرم. فقد أخرج ابن أبي حاتم في تشهيره بسنته عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي بن أبي طالب، هذا ما في تفسير ابن طيب. أبي حاتم. أجيبك أنا بقى على هذه المسألة يا شيخ محمد الخلوتي، بس فاتتك، ما أنا قلت لك الإمامة جردكم للقول بتحريف القرآن والذهاب إلى روايات مكذوبة موضوعة. أنا أمامي الآن تفسير البرهان لهاشم البحراني في المجلد الثاني، يقول هاشم البحراني إن الآية نزلت بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، هكذا يقول علماء الشيعة أنها كان في يوجد لفظ في علي ولكنها حذفت من القرآن الكريم، فبلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. وأيضا يذكر هاشم البحراني على ما أذكر أيضا، هو الكتاب أمامي وأنا لم أفتحه، وفي علي هذه موجودة لإما في الكم لإما في البحراني. تاني حاجة قال هاشم البحراني وقال المدرسة آية الله العظمى المدرسي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا من أن يبلغ بإمامة علي، فنزل التهديد وإن لم تفعل، أكبر تهديد في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الله بيهدده من أجل هذه الإمامة السابقة. شوي على كيفك يا أخي، على كيفك. طيب إيه اللي أنت حضرتك ما فهمتوش وأنا عيد؟ إيه اللي حضرتك ما فهمتوش وأنا عيد؟ دقيقة
طب قبل ما دقيقة ودقيقتين، إلى الآن لم تستطع أن تأتي بآية من القرآن الكريم، تذهب لي للأحاديث الموضوعة المكذوبة، بالله عليك لو جبنا أي واحد بيفهم عربي وقرأ بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، أنا نسيت وقلت آية التحريف عندكم، بالله يفهمها يا شيخ محمد اللي نزلت في علي رضي الله عنه، بالله هل سيدنا علي استدل بهذه الآية على إمامته؟ خلي سيدنا علي هو الحاكم بيني وبينك، هل استدل بهذه الآية على إمامتي؟ عجيب أجبني، هل استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية على إمامته؟ هذا ما يستدل به أهل السنة في تفاسيره. نعم، تفاسير أهل السنة بتستدل به، إحنا ما عايزين نرجع لعلي رضي الله عنه، هذا من كذبك، وأنا عندي تفاسير أهل السنة، طلع هل ابن ابن كثير، طلع هل من الطبري، طلع هل من تفاسير أهل، طلع هل من القرطبي، طلع هل من السعدي، نسأل الله أن يهديكم يا شيخ محمد. أرجع وأقول لك، هل يوجد آية بينة محكمة تأمرني بالإيمان بإمامة علي رضي الله عنه والأئمة من بعدي؟ اسمح لي، لا تتكلم لوحدك، كم يعني انت تتكلم. ما انا بديك يا سمحت الشيخ محضرك، ما خلاص سيبك من كل ده، سيدنا علي عليه السلام استدل بهذه الايه، ايه التبليغ على امامتي؟ اجبني، نعم استدل بهذه الايه على امامتي او لا، لم يستدل بهذه الايه على امامتي؟ تفضل. اعطينا وقت اخي. تفضل، جميل، تفضل معك الوقت. استدل بقى، لا تتكلم. طيب لكن الوقت كله، هل استدل بها على امامتي نعم او لا؟ تفضل. لا اتكلم، اعطينا وقت. يا شيخ لك الوقت، بالله بدون مظلوميات اجب يا شيخ محمد. لا دلوقتي انا داخل في ال 11 دقيقه واتصال دولي على حسابي، فاتفضل، هل استدل علي رضي الله عنه بها على امامتي؟ تفضل. اعطيني وقت يا اخي. تفضل، مظلومياتي مع مين؟ اعطينا وقت يا عم، الوقت معاك، اتفضل. اخرج ابن ابي حاتم في تفسيره بسنده عن ابي سعيد الخدري نزلت هذه الايه، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي بن ابي طالب. وقال ابن تيميه في تأييدي التفسير لابن ابي حاتم باتفاق اهل النقل، هذا كلام ابن تيميه من ائمه اهل التفسير الذين ينقلون هذه الاسامي بالمعروفه كتفسير ابن جرير وسعيد بن ابي عروبه وعبد الرزاق وعبد بن حميد واحمد واسحاق وتفسير بقي بن مخلد وابن جرير الطبري والى اخر، يقول وغيرهم من العلماء الاساتر الذين لهم في الاسلام لسان صدق وتفاسيرهم متضمنه للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير. طيب، هذا تفسير ابن ابي حاتم يؤيد ان هذه الايه نزلت في علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام في قدير خمس. طيب جميل، تعال بقى انا نمسك انا وانت السند علشان ابين للجميع ان السند اللي انت جبته سند ضعيف وان هذه روايه مكذوبه مختلقه موضوعه. تعال، انت قلت روى ابن ابي حاتم بسندي، ممكن تقول لي السند؟ اذكر لي السند، اتفضل. واما انتم يعني تحتارون، محتار فين؟ مين اللي محتار يا محمد الخلاوتي؟ مين اللي عاجز الآن إن يأتي بآية محكمة بينة على هذه الإمامة اللي كفرت الأمة عليها، على هذه الإمامة اللي هي ركن من أركان الدين ومن هودي بمثل ما نودي بالولاية، على هذه الإمامة اللي حرفتم القرآن من أجلها؟ مين اللي عاجز الآن أن يأتي بالقرآن أو من السنة؟ حتى حديث الغدير لا يوجد فيه إن علي إمام معصوم منصب وإن من بعد 12 إماما، هذا دين عاجز. أنتم عاجزون يا محمد إنكم تثبتوا هذه الإمامة السبائية. هل سيدنا علي بقى، أنت قلت ابن أبي حاتم استدل وأهل السنة يستدلون، سيدنا علي استدل بهذه الآية على إمامتي؟ أنت بتاخدش دينك من أهل السنة، أنت بتاخد دينك من إيه؟ من مين؟ من الإمام علي سلام الله عليه والأئمة الاثنى عشر. هل أحد من الأئمة الاثنى عشر قال إن هذه الآية دليل على إمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، خلنا نتكلم يا أخي. شفت ده اللي بناخده مني. أخرج أيضا نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أيضا أعطيك عنوان من السنة، من أهل السنة. لا لا، خلينا الأول في الآية الأولى، لأن برضو الآية الثانية اليوم أكملت لكم دينكم هتقول كملت بولاية علي بن أبي طالب، وهذا من الكذب. وهذه الآية حينما نزلت كان الدين كمل وجاء عليه رجل عنه. لو أنا أمنت أن هذه الآية نزلت
في إمامة علي رضي الله عنه وأنه إمام منصب. طيب لو أنا أمنت بإمامة علي رضي الله عنه هل ديني كامل؟ لا، ديني ناقص، لأني لابد أؤمن بمهديك الغائب من أكثر من 1200 عام، لابد أؤمن بإمامة البكر والصادق والجواد والرضا والهادي، فهذه الآية لا تنفعك، والتفسير الموضوع المكذوب اللي أنت تأتي به لا تنفعك. تذهبون إلى القذورات، إلى مذهب الأهل السنة والجماعة من الموضوع والمكذوب، وتأخذون وتستدلون به على أهم أصل من أصول الدين. أنا بسألك، سيدنا علي استدل بآية إكمال الدين أو آية التبليغ على إمامته؟ أجبني نعم أو لا. محمد الخط قطع، خلينا نجيبه تاني. بالمناسبة التليفون هنج مني، حتى ان انا اكون صادق معكم ولم يقطع الخط، التليفون هنج مني فالخط انقطع، فخلونا نتصل عليه تاني. نتصل عليه تاني محمد الخلوتي. ونخرج له يوم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد الخط انقطع، سامحونا. نعم، حياك الله. الخط انقطع. نعم. شيخ محمد، هل استدل بقى الإمام علي سلام الله عليه بآية التبليغ أو آية إكمال الدين أو آية الولاية أو آية الابتلاء، استدل بأي آية على إمامتي أم حضرتك أعلم منه؟ هل استدل علي رضي الله عنه بأي آية مما أنت تستدل به الآن على إمامتي، أم أنك أعلم من سيدي علي رضي الله عنه؟ يا مولانا أمير المؤمنين هو أعلم. جميل، بما أنه هو أعلم، لماذا أنت تستدل بما لم يستدل به علي رضي الله عنه على نفسه؟ يمكن أنت أعلم بإمامته منه مثلا، يمكن هو ما كان يعرف أنه إمام معصوم وإنت جيت بعديه بألف وأربعمائة سنة وعلمت ذلك. أنا أسألك سؤال، انت اجبني بس على سؤالي ده، هل سيدنا علي استدل بهذه الايات على امامته؟ انا اسالك سؤال، هل تقبل علماءك واكابرك؟ انا اقبل، لا، انا اقبل القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وما وافق القران والسنه. علمائي اما تذهب تاتي بروايات موضوعه، اسمعني بقى، لان كتب التفسير او كتب التاريخ فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، فما انت تذهب ليه وتجيب لي روايه موضوعه تحاول فيها اثبات، يجي راوي رافضي كذاب اشر كمثلا ابن ابي الحديد رافضي زنديق في اعتقادنا، انتم تقولون لا ده هو سني معتزلي، فكان بيدخل بعد الروافض في رب اهل السنه والجماعه ليدعو احاديث على في الغلو او احاديث في تثبيت امامه علي رضي الله عنه. انا بسالك، عندك دليل من القران واضح بين او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه؟ تفضل. اسالك يا اخي، اسالك، انت سالتني من محدثي السنه وحفاظهم في ان قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم نزل بعد خطبه الغديريه. طب ممتاز، طيب يعني وبشكل اكثر تحديدا بعد ان لاقى رسول الله امامه علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. طيب يعني لو انا امنت بروايه علي رضي الله عنه، هذا ما يقول الاكابر اهل السنه يا اخي. طيب خلاص، انا لو انا امنت زي ما بيقول اكابر اهل السنه كما انت تقول، لو انا امنت بامامه علي رضي الله عنه يبقى الدين كامل بامامه علي، اليس كذلك؟ الدين كامل بامامه علي. نعم، هكذا قال طيب. أكابركم وعلمائكم وليس الشيعة. اسمعني زي ما أنا سمعتك، يعني لو أنا الآن آمنت بإمامة علي عليه السلام كده ديني يكون كامل، أليس كذلك؟ إذا لم تقبل نبوة الحبيب المصطفى فكيف يكون حكمك يا أخي؟ لا، أنا أقبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإمامة علي عليه السلام، فهل أنا ديني كامل هكذا؟ شفت أنت اللي بتقاطعني؟ وإذا أنكرت نبوة المصطفى، وإذا أنكرت نبوة المصطفى، هل أنت مسلم ولا كافر؟ كافر. أنا أقول لك الآن، أنا كافر. اسمعني كافر. يا محمد، اسمعني يا محمد، كافر ولا مو كافر؟ طب اسمعني زي ما سمعتك، أنا آمنت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبإمامة علي عليه السلام، فهل أنا ديني كامل الآن؟ يكمل الدين، نعم. طيب جميل، أنا آمنت بإمامة علي عليه السلام وكفرت بإمامة الإحدى عشر إماما، ديني كامل؟ هل تعلم كيف يكون دينك؟ لا، اسمعني زي ما سمعتك، آمنت بإمامة علي. إذا كنت مصدقا لكل ما جاء به الرسول فأنت مكتمل الإيمان. عرفت من نسقتنا، آمنت بإمامة علي عليه السلام ولكن أنكرت إمامة الأئمة الباقين، هل ديني كامل؟
لأنه تكليف. تعال بقى، هي دي اللي أنا عايز أبينها للجميع، عايز أبين للسنة وللشيعة الذين يسمعون إلينا أن الآن أنت بتستدلي بها لا تنفعك في شيء. أنت بتقول كمل الدين بإمامة علي عليه السلام، يعني لو الصحابة رضي الله عنهم جميعا قالوا خلاص علي هو الإمام المعصوم الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتحكم في الكون وبيده ولاية تكوينية، وخلاص أمنوا بإمامة علي رضي الله عنه وأنكروا بقية الأئمة، هل دينهم كامل؟ لا، دينهم ناقص. طيب أنا أقول لك، أنت تقول لي طبعا لا، ما هو النبي بلغ بالأئمة الاثنى عشر. ممكن هات لي حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ببقية الأئمة الاثنى عشر. إذا كنت مكذبا للرسول هل أنت مسلم أم كافر؟ من كذب الرسول متعمدا يكفر بذلك. الرسول يقول إن الأئمة من بعد الاثنى عشر إمام، أنت تكذب الرسول أم تصدقه؟ فين أين أجد هذا الحديث؟ لا إله إلا الله في صحيح مسلم. والله أدفع لك 100,000 دولار الآن إن طلعت لي هذا الحديث من صحيح مسلم. تعال معي لأبعث لك أسناد هذا الحديث. لا، من صحيح مسلم على الواتساب. أنت قلت المكالمة مسجلة، أنت قلت 12 إماما من صحيح مسلم، تفضل. فين في صحيح مسلم؟ تفضل. الصحاح. اسمعني، اسمع أخي. معاك. فقد أخرج الحبيب البغدادي وغيره بسند. الحبيب البغدادي وغيره، وفين الحديث في صحيح مسلم يا شيخ؟ بسند صحيح. أنا ليس لدي أنا كل الكتب أخي، اسمح لي أنا. انت عندك ورقه مملهنك في ايران ان انت تحاول ان تشيع الناس في الاحواز، فقاعد بتقرا من الورقه اللي مليئه بالشبهات، والشبهات كلها روايات مكذوبه وموضوعه، فانت لا تستطيع انك تثبت هذه الامامه السبائيه. لماذا تقتل فقط نفسك؟ اتفضل اسمعني. ألو. انجز يا محمد الخلوطي، اين في صحيح مسلم 12 اماما؟ فين حديث يعني بالله النبي كمان اراد ان يدل الامه عندكم؟ مش كفاكم طعنتم في القران وحرفتم القران وغلوتم في علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ياتي ويقول ايه يعني؟ شوف سيدنا عيسى قال سياتي من بعد نبي اسمه احمد. وضح، احنا عايزين دلوقتي حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. الائمه من بعد علي بن ابي طالب، الحسن، الحسين، وبعدين سرد بقى والبكر والصديق والجواد والرضا والهادي، ال 12 امام. احنا عايزين دليل كده، يعني النبي ترك الامه في ضياع وسيدنا عيسى يبشر باسم محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي من بعد نبي اسمه احمد. اتفضل هذا الحديث الصحيح الذي يذكر اسامي الائمه. شكرا لك يا محمد الخلوتي. الناس مال دي محمد الخلوتي. ايش؟ معاك حتى الليل. طب هات لي حديث ان الائمه 12 اماما اولهم علي واخرهم المهدي الهارب محمد بن حسن. حديث ال 12 امام، اسمع لي انا اعطي النقطه لاخي و دام ظهري. طيب خلي اخيك يعرفني بنفسي. هذا اخي يوسف الصغير. طيب يوسف الخلوتي، هات لي دليل حديث من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يا كل إما إثني عشر. خلي طب الناس يجي إن شاء الله. خلاص جاب لي العيلة كلها، وزي ما انتم سمعين صوت الضوضاء عندهم، ما في دليل. إمامة سبائية مجوسية، ورب الكعبة الإسلام بريء من هذه الإمامة. إمامة مخالفة للقرآن، إمامة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إمامة مخالفة للعقل للمنطق، لا يقبلها صاحب فطرة سوية، إمامة مخالفة للعرف. للأسف هذا الشيخ اللي سمعته على ضعف وهشاش الدين محمد الخلوتي هذا ينشر التشيع في الأحواز عن طريق إيران. هكذا اصطنعت إيران أمثال هؤلاء الضعفاء بهذه الديانة الباطلة من أجل تشييع أهل السنة والجماعة. كان معكم محمد الخلوتي الأحواز.